يعني الترتيب في الوضوء. الترتيب واجب، لكن في شيء يا شيخ خالد يعني يغلط فيه الناس. يجي أول شيء ويغسل يديه، ماشي، هذه سنة ليس فرض. ثم يغسل وجهه، تمضمض يستنشق ويغسل وجهه، ثم يأتي يغسل يديه. تعرف كيف ماذا يعمل؟ يحط البزبوز هنا أو يغسل ذي ويخلي الكف على اعتبار أنه غسلها قبل الوجه. أول. نعم. وغسلها قبل الوجه سنة، وغسلها بعد الوجه واجب، فرض مفروض الوضوء. ولذلك نقول لإخواننا إذا انتهيتوا من غسل الوجه اغسلوا اليد من أطراف الأصابع إلى المرافق. مو بالواحد يحط البزبوز هنا ويغسل اللي تحت ويعتبر ذي تد غسلت خلص منها. هذا خطأ يقع فيه بعض الناس. بعض الناس، نعم.